بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا اليوم 12 من شهر ذي القعدة سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 30 من مجالس مدارستنا لزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو آخر مجالسنا قبل موسم الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، لنعاود مدارسة الكتاب بعده بعون الله وتوفيقه جل وعلا. والفصل الذي بين أيدينا تتمة لما ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي ساق فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بلباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاجعلوا مجلسكم أيها الكرام في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة عامراً بذكر الله تعالى وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال فيما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكاً عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. صلى عليك الله ما طير شدا في الواحة الغناء باح وغردا، ما ردد التكبير صوت مؤذن أصغى له من هيبة كل المدى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولبس صلى الله عليه وسلم القميص. تبدأ من أول الفصل ربطا للكلام. نعم. قال: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. تقدم هذا ليلة الجمعة الماضية وأن القلنسوة غطاء للرأس، أشبه بغطاء الرأس المعاصر الطاقية التي يلبسها عامة الناس. فلبس العمامة بقلنسوة ولبس القلنسوة بغير عمامة، كل ذلك من سعة الأمر. وأما إن العمائم تيجان العرب، وهي أكثر هيبة وجمالا في لباسهم المعتاد آنذاك. نعم. قال: وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، كما هو اللفظ عند مسلم في الصحيح. والمقصود بهذا الحديث، حديث جابر وحديث عمرو بن حريث رضي الله عنهما، هو في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، دخل وعليه عمامة سوداء. نعم. قال: ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. نعم. لم يكن هديه الدائم عليه الصلاة والسلام إرخاء الذؤابة وهو طرف العمامة، فإن العمامة إذا لفت على الرأس يكون أحد طرفيها تحت اللفافة ويبقى الطرف الآخر، فإذا دلي
على الكتف يقال أرخى ذؤابة عمامته، وربما كانت عمامة صماء إذا أدخل الطرف الآخر بعد استواء لفها على الرأس فتكون مثنية أيضا في اللفافة، وهذا أيضا من عامة ما تلبسه العرب في هيئة العمائم. وربما لبست العرب العمامة المحنكة التي يدير فيها لابس العمامة طرفها تحت حنكه، يعني تحت ذقنه، وكانوا يحتاجون إلى هذا كثيرا خصوصا في الركوب والغزو والجهاد، لأن العمامة تحتاج إلى ما يثبتها على الرأس، ولم تكن لهم عصابات تشد بها العمائم على الرؤوس، فاستعانوا على ذلك بالتحنيك، والمقصود لف طرف العمامة تحت الحنك ليتكون أثبت في التحرك والركوب والنزول وما إلى ذلك. وهذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يلبس ما تلبسه العرب، لا يتكلف لذلك أمرا مفقودا ولا يرد موجودا صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض، الحديث، وهو في الترمذي، وسأل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. نعم، تقدم إيراد الحديث هذا ليلة الجمعة الماضية بتمامه فيما أخرج الإمام الترمذي وصححه شيخه البخاري، وقد سأله عنه رحم الله الجميع. نعم. قال: ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ. ها هنا يعدد المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من ألبسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لباسا واحدا ولا بصفة واحدة لا تتغير ولا تختلف، بل تعددت أنواع ألبسته، فلبس القمصان والجبة، ولبس القباء، ولبس الكساء والرداء، ولبس الحلة عليه الصلاة والسلام، في أنواع مما كانت تلبسه العرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الأكل واللباس فخير الهدي فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وكذلك اللباس، كان يلبس القميص والعمامة، ويلبس الإزار والرداء، ويلبس الجبة والفروجة، وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك. ثم قال: فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس. فإذا كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا صلى الله عليه وسلم، يلبس لباس أهل بلده العرب. ماذا كانت تلبس قريش؟ لبست العمائم والقمصان والأزر والأردية، فلبس ما تلبسه العرب. ومهما عاش مسلم في بلد ولأهل البلد لباس تعارفوا عليه وليس فيه محذور شرعي، فإنه يلبسه، ولا حاجة له أن يتكلف لباس غير أهل بلده فيكون إما مستنكرا بينهم أو يكون مشتهرا بينهم، وكلا الأمرين جاء النهي عنه في الشريعة، أعني لباس الشهرة ومخالفة العرف الذي ربما أثار عليه بعض الجهال أو تطاول الألسنة عليه وهو في غنى عن ذلك كله. لبس عليه الصلاة والسلام القميص وكان أحب الثياب إليه. ما المقصود بالقميص؟ ما نسميه اليوم الثوب أو الجلابية أو الجلباب، هو هذا القميص الذي تلبسه قطعة من أعلى الرأس تلبسه فينسدل إلى رجليك، سواء كان طويلا أو قصيرا، وسواء كان كمه إلى العضد أو كان إلى الذراع. قال: وكان كمه إلى الرسغ، يعني مفصل الكف،
فلم تكن أكمامه طويلة تغطي الكفة ولا الأصابع. هذا قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أحب الثياب إليه، مع لباسه لغيره، مع لبسه لغير ذلك من أنواع اللباس كما سيأتي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه بردة طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض 2 ذراع وشبر. لبس الجبة صلى الله عليه وسلم التي يسميها كثير من الناس إلى اليوم الجبة، الذي هو نوع من العباءة أو ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب كالجبة المصرية والشامية التي يلبسها كثير من الناس اليوم، وربما كانت لباساً يتميز به العلماء أو الدعاة أو الأئمة والخطباء، يسمى جبة. لبسها عليه الصلاة والسلام وكانت معروفة عند العرب أيضاً. قال: ولبس الفروج وهو شبه القباء. الفروج وشبه القباء أيضاً ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه، يعني يلبسه فوق الإزار أو فوق القميص ثم يتمنطق عليه، يشد له بمنطق في وسطه. وربما لبس فوق الفروج أيضاً لباساً آخر، إما لتوقي البرد وإما للزينة والحلية، فيستعمل ذلك كله وهو نوع من ألبسة العرب. وهذا الفروج يكون ضيق الكمين والوسط، يكون غالبا مشقوقا من الأمام ومن الخلف ليلبس أو يسهل لباسه. إذن ليس هو اللباس الأساس الذي يلبسه المرء فوق جسده، لكنه الثوب فوق الثوب. قال رحمه الله: وهو شبه القباء، وتقدم معناه. قال: والفرجية أيضا قيل في معناها ثوب واسع طويل الأكمام يتزيى به العلماء والدعاة والوجهاء في البلد. قال: ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، وهو الحديث الذي أخرج الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله عنه لما جاءه وهو يتوضأ فمسح على خفيه، قال وهو قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين. جبة رومية يعني نسبة إلى بلاد الروم في صنعها، وضيقة الكمين يعني كان كمها ضيقا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينزع يده ليتوضأ فضاق الكم فنزعها ليكمل وضوءه عليه الصلاة والسلام. قال: ولبس الإزار والرداء. أما هذا فمعروف، وهو ما يلبسه المحرم الرجل أثناء الإحرام، فالنصف الأسفل الذي يغطي نصف الجسد يسمى إزارا، والنصف الأعلى يسمى رداء. فكل ثوب يتكون من إزار ورداء يسمى حلة إذا اجتمع، إذا كان قطعتين فإنه يسمى حلة. فإذا انفرد أحدهما قيل للأعلى رداء وللأسفل إزار. قال هنا في زيادة وصف الإزار والرداء فيما نقل عن الإمام الواقدي رحمه الله: كان رداؤه بردة طول 6 أذرع في 3 وشبر. الرداء القطعة الأعلى التي يلبسها على صدره وظهره عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن بردة، عن قطعة من القماش أو الثياب طولها 6 أذرع، والذراع يقارب نصف متر تقريبا. فلما تقول 6 أذرع هذه قرابة 3 أمتار في 3 وشبر، يعني عرضها 3 أذرع وشبر، وهذا أيضا يقارب المتر والنصف تقريبا. والإزار الذي كان يلبسه كما ذكر الواقدي رحمه الله كان من نسج عمان، يعني يؤتى به من أرض عمان يصنع هناك، طوله 4 أذرع وشبر في عرض 2 ذراع وشبر، والطول هو الذي يلف به على الجسد، فكان 4 أذرع قرابة المترين، وعرضه 2 ذراع وشبر يعني متر وربع تقريبا. نعم. قال: ولبس حلة حمراء. والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. علمت معنى الإزار والرداء،
كما يلبس المحرمون الرجال في الإحرام. قال لا تسمى حلة إلا للثوبين معا، يعني مثل ما تقول أن يكون طقما واحدا من قطعتين إزار ورداء يسمى حلة، فإذا أهدي أو خاط ثوبا أو قدم له يقول هذه حلة. قال ولبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في بعض الأحاديث ومنها حديث جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. في ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة مضيئة في منتصف الشهر، وكان من تمام حديثه في وصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته في حلة حمراء في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أراد وصف جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان أبيض البشرة بياضا مشربا بحمرة، مع ما في باقي أوصاف جماله صلى الله عليه وسلم التي ازداد بهاؤها وجمالها بالحلة الحمراء التي لبسها. وليس المقصود الحلة الحمراء خالصة الحمرة، وهو الذي سينبه عليه المصنف هنا رحمه الله. نعم. قال وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. قال رحمه الله غلط من ظن أن الحديث الذي جاء فيه وصف لباس النبي عليه الصلاة والسلام للحلة الحمراء أنها الأحمر الخالص القاني، قال هذا غلط. ليش غلط؟ لسببين. الأول النهي الصحيح الصريح في سنته عليه الصلاة والسلام عن لباس الأحمر الخالص في روايات سيأتي ذكرها الآن بعد قليل، وذكر في الحديث أنها من لباس الكفار فهي منهية عنها، فلا يمكن أن ينهى عن شيء صلى الله عليه وسلم ويفعله. والسبب الثاني أن مصطلح الحلة الحمراء أو البردة الحمراء التي كانت تلبسها العرب ليست تعني الحمرة الخالصة، فإنما هي برود يمانية يعني تأتي من بلاد اليمن، واليمن كل ما كان جنوب الجزيرة العربية آنذاك يسمى يمنا، وكل ما كان شمالها يسمى شاما، فكانت البرود التي تأتي من هناك وأيضا كانت الأزر التي تأتي من هناك عبارة عن قطع من القماش التي تأتي مقلمة فيها خطوط حمر مع بياض فيها وخطوط أخرى سوداء، ولا يزال أهل جنوب الجزيرة العربية يلبسون مثل هذه البرد إلى اليوم، يلبسونها بهذه الهيئة، فهي شيء من البياض معه حمرة وصفرة وسواد مخططة. فإذا قيل لبس بردة حمراء أو حلة حمراء يعني التي فيها لون أحمر، وأما الحمرة الخالصة فمنهي عنها. قال رحمه الله وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم. يعني ليش يقولون حلة حمراء؟ قال باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. وساق الأدلة ومنها حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر الحمر جمع ميثرة مأخوذة من الوثارة، كما تقول هذا فراش وثير يعني لين الأكناف وطيء ناعم مريح، فنهى عن المياثر الحمر. والمقصود بنهيه عن المياثر الحمر أن المياثر هذه فرش كانت تصنعها الأعاجم، يضعها الراكب على الدابة تحته مثل السرج، مثل السرج الذي يجعله على ظهر الخيل إذا ركب أو الحمار أو البغل أو البعير، فكانوا يضعون تلك المياثر لأنها لينة ناعمة فتريح الجالس عليها.
نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحم، هل النهي عن المياثر لأنها مياثر أو لأنها حمراء؟ الحديث عند البخاري نهى عن المياثر الحمر، في بعض الروايات نهى عن المياثر مطلقا من غير تقييد لها بالحمرة. وتأول العلماء سبب هذا النهي فقيل لما فيها من الخيلاء، أنها نوع من التوسع الخارج عن قدر حاجة الإنسان فيفضي إلى الخيلاء، لأن سرج الدابة عادة إنما يكون من قطيفة وليف ونحوها، فأن يتخذ من المياثر فذاك نوع من الخيلاء الذي لا تستحبه الشريعة. وقيل بل للتشبه بالأعاجم فإن جاءت من قبلهم، وقيل لأنها غالبا تصنع من جلود ما لا يذبح من الحيوان، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لما يغلب على الظن من نجاستها. على كل حال ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر، وفي بعض الروايات قيده بكونه أحمر. وقد فسر علي رضي الله عنه المياثر في روايته للحديث كما أخرج مسلم في صحيحه، قال: شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف والأرجوان، يعني تصنعه المرأة يعني من باب الخدمة والإكرام لزوجها، يجعله على الرحل إذا ركب على الدواب، قال: كالقطائف الأرجوان، يعني في نعومتها ولطافتها وما يصنع بها الجالس إذا صعد أو ركب على ظهور الدواب والبهائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كرهها، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. الريطة ما هي؟ قالوا: الريطة ثوب من قطعة واحدة مثل الملاءة، رقيق لين، يعني أشبه بقطعة واحدة من القماش تلف على الجسد، لكن غالبا تكون رقيقة قريبة إلى الشفافية، لينة ناعمة، فهي أنسب بلباس النساء من الرجال. يقول ابن عمر، يقول ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر، مضرجة يعني مصبوغة بالعصفر، والعصفر معروف باسمه إلى اليوم عند العطارين، نبات يستخرج منه صبغ أصفر أو أحمر، ويستعمل أيضا في الصبغ فيخرج منه لون تصبغ به الثياب ونحوها. قال: رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ ما زاد عليه الصلاة والسلام على السؤال، ففهم عبد الله بن عمرو قال: فعرفت ما كريها. انظر إلى عجيب فقه الصحابة رضي الله عنهم و علو أدبهم في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتباههم إلى الإشارة منه وإلى الكلمة وإلى العبارة، بل حتى إلى تعبيرات الوجه وسوق الكلام ونبر الجمل، فإنهم يجعلون من كل ذلك عندهم مقاما عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له: لا تلبس، ولا قال: لا يعجبني الذي لبست، قال: ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كره. قال: فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، يشعلون النار في التنور تهيئة للخبز ونحوه، قال: فقذفتها فيه، أحرقها. قال: ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ رآه قد خلعها، قال: ما صنعت بها؟ قال: فأخبرته بماذا؟ بأنه أحرقها في التنور. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء، يعني ما نهيتك عنها لأنها محرمة لذاتها، لكنها لا تلائم الرجال، قيل إما لرقتها وليونتها التي لا تناسب لباس الرجال. وهذا فصل عظيم في الشريعة بين شأن الرجال وشأن النساء،
وتبا لبشرية معاصرة تأبى إلا إزالة الفوارق بين الذكر والأنثى بالممكن والمعقول وبغير الممكن والمعقول. والشريعة إنما جاءت بما يستقيم مع الفطر السوية ولا يصادمها. حتى اللباس الناعم الرقيق يناسب الأنثى الناعمة الرقيقة ولا يليق هذا بالرجال. وهذا أحد أوجه نهي الرجال عن لبس الحرير، فإنه لا يحسن بهم ولا يليق بهم ولا الذهب، لأن الزينة والحلي والتنعم والتجمل شأن النساء، أما الرجال فإنما شأنهم أعظم من ذلك، مصاعب الحياة وقوام البيوت والعناية بالاستخلاف الذي أراد الله عز وجل له البشرية في الأرض إنما يقوم على أكتاف الرجال. وتبقى النساء في أدوارهن العظيمة التي لا يزاحمهن فيها أحد، ولهن المشاركة العجيبة العظيمة الواسعة أبوابها في الحياة. قال هنا: هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عنه أيضا أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. هذه رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. إن قلنا إن الريطة التي سبقت في الحديث الأول وهي مضرجة بالعصفر إنما كان النهي عنها لأنها ريطة، يعني لباس وملاءة رقيقة لينة، فإن الحديث الثاني قال ثوبين معصفرين. وغالبا إذا أطلق الثوبان فالمراد إزار ورداء أو قميص وتحته أيضا إزار إذا كان القميص ليس مسدولا إلى أنصاف الساقين. قال رضي الله عنه: رأى علي ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. إذن ها هنا تحدد النهي، وهل هو عن الإزار والرداء أو عن اللون الذي رآه؟ اللون المعصفر هو المصبوغ بحمرة قانية خالصة أو بصفرة قريبة إلى الحمرة، فنهاه عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي رواية أخرى عنه أيضا في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ليش حمل السؤال على الأم؟ لأن هذا لباس نساء. طيب ليش ما قال له زوجتك؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من صغار شباب الصحابة، فلم يكن الظن به أن يكون ذا زوجة آنذاك، فإذا إن لبس شيئا أو ظهر عليه شيء فهو غالبا من تهيئة أمه لا من زوجته. قال عليه الصلاة والسلام: أأمك أمرتك بهذا؟ هذا السؤال كان كافيا لأن يفهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى. إيش رأى؟ رأى ثوبين معصفرين، إذا ليست الريطة التي في الحديث السابق. فقال عبد الله بن عمرو: أغسلهما؟ قال: أحرقهما. والحديث في صحيح مسلم. كيف نقول هنا أمر بالإحراق وهناك في الحديث قال: هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء؟ يقال والله أعلم أحدى إجابتين: إما أن يقال كان الحديث هنا عن ثوبين معصفرين وليس فيه شيء يصلح للنساء كما كان في الريطة هناك، فهناك الريطة كان النهي عن نعومتها ورقتها فلابست النساء أنسب منها للرجال، أما الثوبان المعصفران فإنه لا يتهيأ لبسهما. ويتوجه الجواب الثاني أن يقال إن هذا كان قبل أن يأمره عليه الصلاة والسلام بالأمر الآخر بلباسه لبعض أهله لما رأى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام من أن في إحراق هذا اللباس هدرا لمال يمكن الانتفاع به، فتتعدد الإجابات باختلاف
زمن جوابه صلى الله عليه وسلم. أما حديث المصنف رحمه الله فدلالة واضحة على قوله إن هذه من لباس الكفار، فلباس الأحمر القاني الخالص لا يجوز للرجال ولا للنساء، ويجتنب ما كان خالصا في حمرته لما سمعتم من النهي، وكما سيأتي أيضا هنا في بعض الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغا أحمر. نعم، هذا أيضا في صحيح مسلم. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خيوط عهن حمر. رأى على الرواحل، رأى على ظهور الجمال التي كانوا يرتحلون عليها والدواب التي كانت معهم في أسفارهم، رأى على الرواحل أكسية جمع كساء فيها خيوط عهن حمر، والعهن الصوف، فرأى فيها خيوط صوف حمراء اللون. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وأخرجه كذلك الأئمة أحمد والطبراني رحم الله الجميع، لكن مدار الحديث على مبهم من الرواة، وهذا أحد أسباب تضعيف الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها مما سمعتم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر، ونهى عبد الله بن عمرو فقال إن هذه من لباس الكفار، ونهى عليا عن لباس المعصفر رضي الله عن الجميع، دلالة واضحة على أن الأحمر الخالص لا يجوز لبسه. فكيف تريد أن تفسر الحديث رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء أن المقصود به الحمرة الخالصة؟ فهذا لا يصح مع تعدد النهي الصريح الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص. نعم. قال وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. الجوخ نوع أيضا من الصوف صفيق، ويسمى إلى اليوم عند أهل الأقمشة والثياب بالجوخ بالاسم نفسه. نعم. وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القانئ؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. نعم، وتقدم بيان المراد بالحلة الحمراء البرود اليمانية المقلمة المخططة التي فيها خطوط حمراء مع ألوان أخرى كالسواد والصفرة، فيقال حمرة لأن اللون الأحمر أشد بروزا من غيره إذا اجتمعت معه، فيكون الأحمر أبرز. فإذا وصفت لباسا مخططا فلا تقول البردة الحمراء الصفراء الخضراء السوداء، تصفها بأشهر ألوانها، والحمرة أبرز وأظهر فيطلق عليها على طريقة العرب في إطلاق الأوصاف أو الأسماء على ما غلب على الأشياء دون غيره من بقية الأوصاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود. المعلمة يعني التي عليها أعلام أو عليها خطوط أو عليها نقش، والساذجة التي نقول عنها اليوم سادة، التي ليس عليها شيء، قطعة من لون واحد ليس فيها زخرفة ولا ألوان، فيقال عنه سادة أو ساذج، وكلتاهما كلمتان مأخوذة من الفارسية، فإنه بمعنى الشيء الذي يعني لا مزيد فوقه، فهو على أصل بدايته، وأصبح هذا يطلق على الثوب واللباس والطعام، فتقول ثوب سادة، وتقول أيضا قهوة سادة، يعني لا سكر فيها ولا إضافات. ويقال أيضا ساذج وسادة بمعنى واحد، فإذا وصفوا إنسانا بضعف العقل وقلة التفكير قالوا فلان ساذج، يعني عقله بسيط على الدرجة الأولى فقط، وليس فوقه مزيد فهم أو ذكاء. قال رحمه الله ولبس الخميصة المعلمة والساذجة. الخميصة التي تلبس ثياب تكون من صوف غالبا تكون سوداء في اللون
كانت أيضا من اللباس المنتشر، فسواء كانت مقلمة أو كانت ساذجة لا شيء عليها، كل ذلك لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. لبس الفروة المكفوفة بالسندس، أيضا إلى اليوم يسمى هذا اللباس فروة، الذي يلبس ويكون حشوه نوع من فراء الحيوان الذي أو صوف يراد به التدفئة في الغالب من مس البرد. لبس الفروة المكفوفة بالسندس، المقصود هنا بالثياب المكفوفة هي التي يجعل فيها ما يكون في أطرافها أو في حواشي مدخل الرأس، فيها الرقبة أو الذيل، ما يكون فيها مخيطاً بشيء يساعد على مزيد من زينتها، فيقال الثوب المكفوف أو القميص المكفوف الذي تم عمل ذيله وأكمامه وجيبه، وربما كان على الأكمام كذلك، كان عليه كفافاً من حرير، فيطوى الحاشية والأطراف، وتكون الطية في الكم وفي مدخل الرقبة وفي أطراف اللباس من الحرير. قال: لبس الفروة المكفوفة بالسندس، والسندس هو من الحرير، نوع من الحرير، السندس والاستبرق كلاهما حرير، سواء كان رقيقاً أو غليظاً. قال رحمه الله: لبس الفروة المكفوفة بالسندس. سؤال: هل لبس الحرير عليه الصلاة والسلام؟ أما الحرير الخالص فلا. طيب، وماذا عن اللباس الذي يأتي في أطرافه حرير، في أطراف أكمامه أو في مدخل الرقبة أو في الذيل؟ هذا الحديث الذي أراده المصنف. نعم، فروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقى أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، قال: فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس، لأن الفروة لا تكون سندسا. طيب، الحديث هكذا: أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام، فروة ذات كم طويل. قال: مستقة من سندس، فهل لبس هذه الفروة من الحرير؟ الجواب: لا، الفروة لا تكون من الحرير. ولهذا قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقى مكفوفة بالسندس، يعني حاشيتها وأطرافها، لا أنها كلها من الحرير، لأنها لا تكون من حرير. فإذا هذا تفسير حديث الإمام أحمد وأبي داود في حديث أنس أن ملك الروم أهدى مستقة من سندس، قال: فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. جاء في رواية الإمام أحمد قال: تذبذبان من طولهما، يعني رأى يدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفروة من طول الأكمام تذبذبان، يعني لا تكاد تبدو لطول أكمام الفروة. ثم ماذا في الحديث؟ قال: ثم بعث بها إلى جعفر. من جعفر؟ ابن عمه ابن أبي طالب. فلبسها ثم جاءه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. أي نجاشي؟ نجاشي الحبشة. وكيف كان أخاه؟ نعم، لأن جعفر رضي الله عنه كان بأرض الحبشة من المهاجرين الأوائل، وبقي هناك إلى غزوة خيبر، بل كان من رؤوس وفود المهاجرين إلى الحبشة، وهو الذي ثبت الله به الإسلام ورد به وفد قريش التي أرادت أن تأخذ المهاجرين من النجاشي، بما أبداه من حسن جواب وما قرأ من قرآن وما تلا على مسامع النجاشي. فبين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبين النجاشي صحبة، وليست مجرد أخوة الإسلام فقط. فالمقصود من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له مستقة من سندس فلبسها. الحديث
الذي أخرجه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ هو عند ابن حبان، عند ابن حبان أن الذي أهداه ليس ملك الروم بل أكيدر دومة الجندل. دومة الجندل معروفة أيضا باسمها إلى اليوم في شمال الجزيرة العربية قريبا من تبوك. ومعنى أكيدر دومة الجندل يعني ملكها أو حاكمها ورئيسها، كما تقول نجاشي الحبشة وقيصر الروم وكسرى فارس ومقوقس مصر. فأهدى له أكيدر دومة الجندل هذه المستقى، وذلك أنه وقع أسيرا في يد خالد رضي الله عنه، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فافتدى، ثم تركه صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فأرسل هدية كان فيها هذا اللباس. هل أسلم أو لم يسلم مختلف في شأنه، أهداه الله أم بقي على النصرانية. والحديث أيضا عند البخاري بلفظ مختلف، قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. تقدم قبل قليل أن الفروج عبارة عن لباس واسع يلبس فوق الثوب، وليس بعيدا عن معنى المستقى أو معنى الفروة. قال أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه. إذن لبس الحرير، اسمع إلى باقي الحديث، قال ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. وعند مسلم في الصحيح أن الذي أهدى، والحديث مبني للمجهول، أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فروج حرير، في صحيح مسلم أن المهدي أكيدر دومة الجندل. أيضا عند البخاري في الحديث الصحيح قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس. قلنا السندس أيضا هو الحرير، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. من ماذا؟ من هذه الفروة أو هذه الجبة التي جاءت من حرير، ولا عهد للعرب في جزيرة العرب بمثل هذا النوع من اللباس الذي يصنع من حرير خالص. قال فعجب منها الناس، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. مناديل، المناديل وليس اللباس، منديل سعد في الجنة، المنديل الذي يمسح به الأذى والعرق ويمتخط فيه، أحسن من الجبة الحرير التي جاءت هدية فتعجبوا منها. كان ينقلهم عليه الصلاة والسلام إلى الآخرة ونعيمها، ويعلق قلوبهم بالنعيم الحقيقي لئلا تتعلق ببعض المتاع الزائف الذي يمر في الحياة عرضا. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يزرع في قلوبهم معالي الأمور للارتقاء إلى الغرض الأعظم والمهمة الكبرى، عبودية الله وتحقيق تقواه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. أخرج الأئمة هاهنا حديثا فيما ذكره أصحاب السنن وأخرجه غير واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرأيته اشترى سراويلات بأربع دراهم، قال فسألته: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: نعم، في السفر والحضر وبالليل والنهار، فإني أمرت بالتستر فلم أر شيئا أستر منه. لكن الحديث ضعيف من طرقه ولا يصح بحال، بل حكم بعض الأئمة بكونه مع ضعفه الشديد من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اشترى السراويل، قال: والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. فليس هناك نص صريح في لبس النبي عليه الصلاة والسلام للسراويل، لكن العرب كانت تلبسه، وأصرح ما في ذلك أحاديث محظورات الإحرام. لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف. فنص على السراويلات لأنها كانت مستعملة وتلبسها العرب، لكن هل لبسها هو صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك حديث صحيح يثبت به ذلك، فهو من المباحات العامة التي لبسها العرب وأقرها الإسلام،
بل فيه من الستر كما جاء في الرواية وإن لم تكن صحيحة. أما عامة لباس العرب فكان الإزار والرداء، والإزار إذا لبس يلبس على غير سروال، وهو غالباً له صلة ببعض الأحكام الشرعية، ومنه مثلاً أمره عليه الصلاة والسلام للمستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ماذا قال؟ قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فمن لبس الإزار على غير سروال فإنه مفض إلى فرجه عادة، فربما أصاب النائم أثناء نومه مس فرجه، وربما كان فيه بعض نجاسة أو بقية من أثر نجاسة، فأمر المستيقظ من النوم الذي يريد الوضوء أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. فهذا أقول يتصل مع جملة مما تقرر في أحكام الشريعة التي تؤكد أن غالب لباس العرب كان على غير لباس السراويلات، وإن لبسها بعضهم، وكان ذلك مما أبيح وأقر في الشريعة، لكن لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح. ولهذا قال المصنف: والظاهر، فلم يجزم بذلك رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومة. التاسومة أو التسومة أو التاسمة قيل كلمة تركية الأصل وقيل فارسية، والمراد بها النعل أكرمكم الله الذي يلبس في القدمين. أما الخف فهو الذي يغطي ظهر القدم وباطنه، ويه ساق أو له رقبة تغطي الكعبين إلى الساق فإن طال أو قصر، فما غطى ظهر القدم وباطنه والكعبين معا يسمى خفا، وما كان دون ذلك يلبس قطعة من جلد أو جلد ماعز أو بقر أو غيره، أو قطعة من غيرها من المصنوعات تكون مغطية لباطن القدم ثم يشد على ظهر القدم بحبل أو خيطه، فذاك نعل بمختلف أنواعه وأسمائه. قال: لبس النعل عليه الصلاة والسلام ولبس الخف، وكان ربما يمشي أحياناً محتفياً لا خف ولا نعل، وكان يمشي محتفياً أحياناً صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضاً من شأن العرب وعادتهم. فنريد لكل من يقف على مثل هذا الهدي النبوي ألا ينزل تلك الروايات والوقائع وما كان محفوظاً وما كان معهوداً في ذلك الزمن أن يعني يستنكره، لأنه لا يطابق واقعاً نعيشه اليوم، فيقول: كيف هذا؟ لا، هذا لباسهم وهذه عادتهم وهذا الذي كانوا يعتادون عليه. فلبس الخفة ولبس النعل الذي يسمى التاسومة أو التاسمة أو تسمة في بعض العبارات، هو كل جلد غير مدبوغ، وإذا كان جلداً لم ينزع عنه الشعر قيل النعل السبتية. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما لبسه في قدميه أحياناً عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسره، وكلها صحيحة السند. لبس الخاتم عليه الصلاة والسلام، والمراد به خاتم ختم الكتب والرسائل، لم يكن يلبس الخواتم، لكن لما أراد عليه الصلاة والسلام الكتابة إلى الملوك والرؤساء قيل له: إن الملوك لا تقبل كتابا إلا أن يكون مختوما، لأنهم يتثبتون ممن أرسل الرسالة، فاتخذ خاتماً عليه الصلاة والسلام من فضة، وكان فصه حبشياً، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب الخطاب أو الرسالة ختمه عليه الصلاة والسلام بهذا النقش الذي كان على خاتمه، ثم يضع الخاتم في أصبعه. هل لبس الخاتم في يمناه أو في يسراه؟ تعددت الأحاديث وتعارضت، فمنها ما أثبت أنه كان في اليمنى، ومنها ما أثبت أنه كان في اليسرى، وكل الأحاديث في هذا صحيحة. ولهذا جوز العلماء لبس الخاتم للرجل سواء كانت في اليد اليمنى أو اليسرى، فكل ذلك قد صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلبسها إما في الخنصر أو في البنصر. أما النهي عن لبس الخاتم فقد جاء النهي عنها في الوسطى والتي تليها، يعني السبابة،
فينهى عن لبس الخاتم في هذين الأصبعين ويلبسها في الخنصر أو في البنصر كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع الذي يسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين درعين. هذه لباس الحرب، البيضة الخوذة التي يلبسها المقاتل على رأسه. اليوم الخوذة من حديد، وكانت كذلك أحياناً تصنع من حديد، وإذا تدلى تحتها الزرد الذي ينسج لغطاء الرأس والرقبة يسمى المغفر. فلبس البيضة، بيضة الحرب التي تأتي غطاءً واقياً للرأس ويكون مقبباً مرتفعاً غالباً لحماية الرأس من ضربات آلات الحرب. قال: ولبس الدرع، قلنا القميص المنسوج من حديد أو من حلق من حديد يلبسها المقاتل يحتمي بها أيضاً من ضربات السيوف والرماح ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وظاهر يوم أحد بين درعين صلى الله عليه وسلم، يعني احتمى يوم أحد في غزوتها لما خرج بدرعين وليس بدرع واحد، ظاهر بين درعين، فلبس درعا فوق درع مزيدا من التوقي والأخذ بالأسباب مع تمام توكله على رب الأرباب صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة خسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. الحديث في صحيح مسلم عن أسماء رضي الله عنها أخت عائشة رضي الله عنها، فهي تنقل قطعة من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها من أختها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرجت جبة فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: وقد رآها فإذا هي جبة طيالسة خسروانية، وفي بعض نسخ صحيح مسلم كسروانية نسبة إلى كسرى، يعني هي أشبه بلباس ملوك فارس. فهذه الجبة، وقد تقدم أن الجبة الثوب الذي يلبس فوق الثوب الذي يكون مفتوحا من الأمام، له أكمام واسعة ولباس واسع. وقولها جبة طيالسة، طيالسة جمع طيلسان، وهو ما يعم الثوب الذي يعم سائر الجسد، والطيلسان عبارة عن كساء مدور يجعل على الكتف والظهر غير مخيط ولا نقش فيه، كساء مدور يوضع على الكتف فيلبس على الخلف مثل الوشاح لكنه واسع فينزل على الظهر يغطى به. قالت: لها لبنة ديباج، يعني مرقعة بالحرير عند فتحة الرقبة، وفرجاها مكفوفان، يعني فتحة هذه الجبة من الأمام ومن الخلف وهي مدخل الرأس فيها مكفوفة بالديباج. وقلنا معنى مكفوفة ما جعلت لها كفة التي يكف فيها الخائط الثوب، بمعنى أنه يجعل في الأطراف والجوانب ويثني عليها لتحلية الثوب أو لحمايته في طرف الذيل وفي الأكمام وفي مدخل الرقبة. فلما رأى ما أخرجت عائشة رضي الله عنها، ما أخرجت أسماء رضي الله عنها من تلك الجبة، جبة الطيالسة الكسروانية أو الخسروانية وعليها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالحرير، قالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت. قالت: فلما قبضت قبضتها، لما ماتت عائشة رضي الله عنها أخذت أسماء هذه الجبة من أختها عائشة رضي الله عنهما، تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يعطون إياها المرضى فيلبسونها، أو
تغسل فيشرب الماء الذي غسلت به، وهذا ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصوصية البركة التي كانت في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. ولهذا تبرك الصحابة بعرقه، وتبركوا بشعره الذي وزعه عليهم لما حلق رأسه بعد النسك عليه الصلاة والسلام. أما أن ينقل هذا إلى غيره من البشر فلا ولا كرامة، إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي خصه الله بتلك الكرامات. فهل يجري هذا إلى اليوم في التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يقال نعم، لو ثبت أن شيئا من الآثار ما زال محفوظا إلى اليوم، لكن الصحيح أنه لم يبق شيء من أثر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعامة ما يعرض في بعض المتاحف وبعض المعارض إنما هو شيء يذكر لا يثبت تاريخا ولا سندا ولا رواية، والعلم عند الله. هذا جزء من كلام المصنف في فصل اللباس، ولا يزال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى في المجالس المقبلة بعد موسم الحج إن مد الله في العمر وفسح في الأجل. فأكثروا من صلاتكم وسلامكم على الهادي البشير والسراج المنير. يا رب صل على النبي المصطفى، ما اهتزت الأزهار من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. اللهم صل وسلم.